ابو احمد يا مرحبا انتبه على يدك ترى ماني مسؤول قرب 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 شوف هذه الطاحونه الالمانيه طبعا التصميم هذا تصميم اخوي سلطان الدشاش لف شفتوا القصه هذه هذه تقص في المانيا وبعدين تسلسل هنا في الطائف تجي جاهزه مسلسله طبعا يسلسلون هنا في الطائف هم ياخذون النص هذا بالحال يسلسلونه لكن موس جرب على الشعر عندك اليد والله ما شاء الله انا جربته خلاص ما شاء الله تبارك الله جرب مره ثانيه موس موس يا جماعه غسلتها خلاص بسم الله هو من بعيد اقول بسم الله لا والله تقطيعهم يبون ما بقطع انت بعدك ترى ماني مسؤول طبعا ممكن طلبها والشحن بنزل لكم بعد شوي رابط الواتساب للطلب ما شاء الله شوف حتى قص الغضروف كامل لا ربي صوتها مع الضلوع الحين ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله تبارك اسمع الصوت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طبعا ما يكسر فيها العظم هو يجي مع حد الغضروف لكن قوة السكين تقص السكينة كانت كفو تسهل عليه كل شيء ما شاء الله تبارك يلا جايتكم الضحايا تبون سكاكين بس انتبهوا على ايديكم انتبهوا على ايديكم بسم الله يلا ابو احمد يلا يلا ما شاء الله ما شاء الله السلام والله هذه ابو احمد امسحها امسحها وابغاك تجرب الحد تغير ولا لا طبعا السكين مش يميزها اي سكين الحد مسك الحد سهولة الحد بعض السكاكين تجي حادة بس ترجع تحدها تبلش ولا تمسك الحد جرب بالله يتقلص بس وقف وقف جرب شوف ايش الشعر ولا لا ما شاء الله تبارك الله شعري راح ما شاء الله تبارك الله